السلام عليكم، كي درتو؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم نهار جديد، نهار غزال مليء بالنشاط والحيويه. اليوم جبت لكم مشتريات باش ندير لكم الجزء الثاني، واللي كنشريها كنبارطاجيها معكم، وشكرا على التعاليق الزوينه ديالكم. اول حاجه هي هاد الانيه اللي فيها هاد السبوره، كنت وريتها لكم، كتجي غزاله وانيقه وعصريه، كنديروا بها سلطات، لي بات، اي حاجه، ديسير، اي حاجه. ثاني حاجه هي هاد، حتى هي سيبورا، ماشي سيبورا، انيه كتجي غزاله، حتى هي انيقه وعصريه. هذه هي الانيه، فيها جوج مقادين وفيها هاد السيبورا، شفتوا؟ وفيها هاد اليد، غادي نحيدها لكم ونوريكم. كتجي هنا في الوسط وعندها واحد جوج المسامرات، كديريهم من التحت وكتلصقيها وكتقدري تهزيها هكا. هاد الانيه عندها بزاف الاستعمالات، بحال الاولى. ثالث حاجه هما هاد، سمحوا لي، هادي الصداع باش نخرجهم لكم على هاد الشكل. سمحوا لي، كندير صداع حتى هما بهاد السيبورا ديال البغاش تخرج هاد السيبورا. شفتوا هاد السيبورا؟ نوريها لكم، هي الاولى كتجي على هاد الشكل، وفيها هاد المعلقات ثلاثه. هادي تاهي بزاف الاستعمالات، السكر، العسل، الزبده مذوبه، بزاف الاستعمالات، كتجي رائعه وراقيه غزاله. وفي الاخير ختامهم مسك، هاد الانيه ديال اللي كنديروها، نديرو ديال البيتزا ولا اي حاجه، بيتزا فرديين ولا كرواسون ولا اي حاجه. المهم انا غادي نوريها لكم حيده من الكرتونه. ها هي ملي خرجتها من الكرتونه ديالها على هذا الشكل، بغيت نوريكم غير اللور ديالها. فيها واحد بحال رجيلات، ها هما اربعه رجيلات، والكادو ديالهم انها دايرين معاها هاد الشراره غزاله ديال اينوكس فنه. هادو هما المشتريات ديالي، الجزء الثاني من المشتريات، وكنتمنى يعجبوكم. واللي بغى الثمن تكتبها ليا في التعاليق، مرحبا والف مرحبا، وشكرا لكم مره اخرى على التعاليق الزوينه اللي في حالكم. مع السلامه.